وكذلك الأمر الأساتذة. هذه الزيارة جاءت يعني بعد سلسلة من اللقاءات، حيث خذينا كل الترتيبات اللازمة لضمان دخول موفق ودخول هادئ وتوفير كل الظروف الإرياحية بالنسبة للتلميذ وأيضا بالنسبة للأساتذة وكل المؤطرين. كانت التعهدات تاعنا هو إنجاز 66 إذن مطعم مدرسي خلال فترة هذا الدخول المدرسي، وأيضا إنجاز 105 أقسام توسعة لتخفيف وتدليل من الاكتظاظ الملاحظ في بعض المناطق، وأيضا عندنا 9 مجمعات مدرسية جديدة تضاف إلى المدارس المتوفرة.